يقول: وإذا حكم عليه هناك بأن يدفع مبلغا من المال لامرأة قد زنى معها برضاها، فهل يدفع ذلك المبلغ؟ من الذي يحكم عليه بهذا؟ هذا حكم طاغوت، لا يحكم بهذا الحكم في بلاد الإسلام. إن الزنا الزاني يدفع للمزني بها مالا، هذا تشجيع لها على الزنا، فهذا حكم طاغوت لا يحكم. نعم.